بس يا حبيبتي انت ايه حكايتك بالظبط؟ عماله تنظمي وتوقفي، هو فرحك ولا فرحنا؟ حضرتك انا الفرح ده مسؤول مني لغايه ما فكرتش تخلص، وبعدين على فكره انت بتدلعي عليا في الفيتش عشان تبقي عارفه. يا سلام، يعني ايه يعني؟ وانا جايب المصور عشان صورنا انا والعروسه ولا تطلعي لنا انت في الشريط؟ يا سلام، ما انتوا هتطلعوا طول الفرح، ما جاتش يعني خمس دقايق بتوع الفكره بتاع عشان ما اطلع في الفيتش ومعاكوا يعني. وتطلعي في الفيديو ليه اصلا؟ ما خلاص بقى يا بيسا، مش ده الفرح اللي هيصيطنا يعني، ده فرح نتن اساسا. كرا يا كابتن. لا انت في عينيا، انما اهل العروسه على منتنا. لا مأمون، ما احنا ما نتعبش ونتنبح حسنا وفي الاخر ما نطلعش في الفيديو يعني ليه؟ طب ايه رايك بقى؟ ما حدش هيطلع في الفيديو ده غير انا والعروسه واهلي بس. يا سلام، خلاص انتوا احنا هتظهروا على قناه الحياه يا خي. يعني ايه يا فتحي ما حدش هيظهر في الفيديو غيرك انت واهلك؟ هو كده. جرايه وليا، مش هو اللي دافع؟ دافع مين يا حبيبتي؟ ده احنا كل حاجه بالنص. يعني هو دافع النص؟ لا استني، انت دافعه بالنص زيك زيه؟ آه. لا يبقى تظهري زيك زيه في الفيتشو، هو ده العدل. وانا معاك. هو ايه ده؟ مش كفايه عايزين تكتبوني يا اما بالشيل فلاني؟ اوعى المنطوق على حاجه ما جبتهاش، اوعى. مش همضي، مش همضي، مش همضي، انا اصلا اللي جايب كل حاجه. غلطان. هتمضي، انا هتمضي يا فتحي. اوعى تمضي يا فتحي. في يا بيسا، هو ابن عمتك ما يمضي ولا ايه؟ ولا هيكسي ولا عبا؟ وفيها يا كابتن؟ لا انت في عينيا، انما اهل العروسه على منتنا. لا مأمون، الولاد شكلها شرانيه والعريس ده شكله غلوبه، حرام. لا انا مش غلبة. لا غلب، انا مش غلبة، بقول غلبة وهطل كمان. طب ايه رايكم بقى على الطلاق بالثلاثه؟ ما في حاجه هتتمضي ولا في فرح اصلا، وانت ولانا من ساعه قرايه الفاتحه وانا مش طايق. غوري بقى ولايا. تبدأ بالله كنت هشتمك ومشيت عشان اللي انت عملته ده. يا لهوي امك قاعدة بتاكل في الصالة شايفها. بقولك ايه؟ ايه هو انا باين عليا حاجة؟ مش باين منك حاجة. يا نهار اسود. طب خشي بقى اسحلها في اي حوار لحد اما انا اخش على اوضتي على طول. ماشي ماشي، يلا يلا يلا. انت جيت يا واد يا مأمون؟ لا يا اما انا ما جيتش، انا لسه تحت. ازيك يا ماما؟ عامله ايه الاخبار؟ الله، المكرونه بالصلصه والبطاطس بتعمل مش بتعملها مقرمشه؟ وانت عارفه ماما انا بحبها مقرمشه. تعالى هنا يا واد يا مامون. ايوه ياما، قولي من هنا، انا سامعك ياما. يا واد تعالى هنا قرب مين. ياما اي حاجه عايزاها مني قوليها الاخلاص وهي هتبقى تقولها لي على طول. يا واد بص لي كويس، انت مالك في ايه؟ مفيش اي حاجه ياما. هو انا لازم ابص لك ياما؟ ما انا سامعك بوداني، مش لازم ابص لك بعناية. خلاص بقى يا ماما، سيبيه براحته، سيبيه براحته. بقول لك ايه، انا مش مستريحه. لا في حاجه بتحصل. مفيش اي حاجه بتحصل. انا كويس يا ماما. بقول لك ايه، تعالى هنا. لا ايه، ما تقربيش مني ياما خالص، اوعي تقربي. انا عندي برد وممكن اعديك حتى. بصي هتفي. حتى يا ماما عنده برد وهيعديك. ايوه يا بيت، هاتشي هاتشي ده. ايه وريني وشك يا واد. ايه ده يا واد اللي في وشك ده؟ وشي؟ هو انا في وشي حاجه؟ دي وحمه ياما من وانا صغير. انت هتستعبط يا واد عليا؟ انا عارفه مكان الوحم. ما انا كبرت ياما وطلعت فوق. بقول لك ايه؟ اللي مشرفط وشك كده؟ ياما هو انا مش شغال في مركز شباب وبدرب اشبال؟ هو انت بتدربهم ولا بتتضرب منهم؟ ياما وانت ايش فاهمك انت في شغل التدريب؟ يا ابني انت على طول كده منين ودايما مضروب، مفيش مره تيجي ضارب. ياما انا على طول باجي ضارب وعينيا مسقطه، بس انت ما بتاخديش بالك. بس يا بنت انت تطلعي فوق، خليني افكرهم. ايه ده، هو الناس راحت فين؟ هو في ايه ياما؟ ياما ستو سكسكه، وحشتيني قوي يا ستو، وحشتيني قوي والله. ده انا كنت تعبان من غيرك. امشي هات من هنا يا. ايه ده، انت مش عارفاني ولا ايه؟ عارفاك، ميمون. ميمون ايه؟ مأمون. ميمون ده القرد. انا عارفه، ما بعرفكوش من بعض. لا التاني ايده حمرا، انا ايدي بيضه. ايه اللي في ايدك ده؟ دفتر. طب هاتوا، يلا تعالى وصلني لفوق. ماشي يلا. جبت ترشاي؟ لا ما بحبوش. طب هات 20 جنيه. ليه، دي كارتة ولا ايه؟ ادس. ماشي خدي 20 جنيه. لا هتفك. طب والصحيح؟ لا دي خلاص، هات واحدة تانية. ماشي. لسه بتنصبي. خدي 5 جنيه، دي هات الترش.
حاضر. استني يا بيس اجي معاكي يا احسن، الترشي ضايق ولا حاجه؟ لا يا اخويا خليك انت، ما ينفعش تسيب الحاره لوحدها معاه. في رعايه الله يا بيس. ميمون. ايوه يا ست، معلش انا عايز اسالك سؤال. الخمسة جنيه هتجيب بيهم ترشي، الخمستاشر جنيه مصيرهم ايه بقى؟ نفس مصير العشرين بالظبط. حلاوة خروجي بقى يا ميمون. والنبي مش عارف من غيرك مين كان هيقلبني حبيبي يا ميمون. والله وحشاني. يلا بينا. نسيت اقول لك صح، الست ام محمود امبارح كلت ورك جوزها. يا راجل. والله قعدت تقول لي انا بحب الورك ما بحبش السدر وبتاع. تعالى كملي. تعالى. الواد طيب بقى. انت جيت يا سكسكة. طيب. ايوه حاضر حاضر. يا الف حمد لله على سلامتك يا ماما، والنبي البيت كان ضلمه من غيرك، وحشتيني. اوعي. انت هربتي ولا ايه يا ست سكسكه؟ ما قلتليش يعني ايه اللي جابك خط لازق فجاه كده؟ هربت ايه كفلا الشر؟ لا بس يا ولا يا مأمون، ايه الكلام الفاضي ده؟ ده امي خرجت كانوني، ومن هنا ورايح هتعيش كانوني وتمشي مظبوط كده هون جنب الحيط، مش كده ولا ايه يا ماما؟ ان شاء الله ان شاء الله. خدي بس اعمل لنا الفطار ده. يلا حاضر. هات يا اخوي. ماما. ايه خارجه متعصبه ليه؟ بصي يا ماما، انت بقى يعني ربنا يهديكي كده وتبطلي ربط بدل ما ترجعي السجن تاني. مش كل خمس ست سنين تطلعي من السجن ما تكمليش اسبوع وترجعي، يعني ده ما بلحقش افتح معاكي موضوع. يا دوب ببقى لسه كده احكي وبعبع واقول يا ماما حصل وجره وما اعرفش. ان شاء الله ان شاء الله. خدي بس اعملي لنا الفطار ده. يلا حاضر. هات يا اخوي. ماما. ايه خارجه متعصبه ليه؟ بصي يا ماما، انت بقى يعني ربنا يهديكي كده وتبطلي ربط بدل ما ترجعي السجن تاني. مش كل خمس ست سنين تطلعي من السجن ما تكمليش اسبوع وترجعي، يعني ده ما بلحقش افتح معاكي موضوع. يا دوب ببقى لسه كده احكي وبعبع واقول يا ماما حصل وجره وما اعرفش ايه، الاقيهم دخلوا خدوكي وراحوا نازلين. مش مطوله معانا ان شاء الله. قاعد على قلبكم باذن الله. والنبي حلت البركه. والنبي نورتينا يا ست سكسكه. اخلص بقى زهقتني. ما كملتلكيش صحيح. مش الست ام محمود بعد ما كلت ورك جوزها عطشت وبعدين شربت من دمه؟ يا راجل بس الست قطع الوليه دي مفيش راجل يستاهل فعلا. اللي قول لي يا ميمون، هي الوليه دي ساكنه معانا هنا في الحاره؟ ده قدامنا على طول. طب بعرفني عليها، شكلها تبقى صاحبتي الوليه دي. حاضر ماشي يا ست سكسكه، بس والله عيب عليك. ليه؟ ايوه يعني تخرجي كده يا ست سكسكه من غير ما تقولي لنا؟ كنا جينا لك يعني عملنا لك بقى شويه طبل وزمر وهيصه ودبكه وقب وتك و... ليه يا حنه امك؟ يا فين صحيح الوليه دي؟ ما جتش تسلم عليا ليه؟ ما تعرفش انك خرجتي، والنبي دي هتفرح قوي. يا راجل. طب يلا شد انت بقى عشان ما تستعوقكش اهي. يلا اشد؟ وانا مش هفطر من الفطار بتاعي؟ ما بقاش بتاعك خلاص، ويلا بقى عشان عايز ارتاح. ماشي ماشي يا ست سكسك. حاضر هسمع كلامك. ده انا حتى مسميني مأمون المطيع. طب يلا يا مطيع. يلا يلا من هنا. ماشي ماشي حاضر. ريحي انت دلوقتي وانا هجيلك بعد شويه، حتى تكون يعني بيسا جت فنقعد قعده حلوه. يلا يا حبيبي، ما حدش يبقى تقيل على الناس كده. يلا دلوقتي بقت تقيل يا ست سكسكه، وكنت خفيف من شويه وانا معايا الفطار. يلا يا ميمون، ما تخلينيش اتغاب عليك واحنا متقابلين بعد شوق. يلا يلا حبيبي. حاضر. بس الحلويات جت اهي، نقعد بقى القعده الحلوه اللي كنا هنقعدها كمان شويه. يا واد غور عرفتنا، انت هتصاحبنا ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ براحه ستي، ما ينفعش تكروش الواد من بيتنا كده. سيبها براحتها يا بيسا، انت ستك تعمل اللي هي عايزاه وتقول اللي هي عايزاه. صدق انك مهزق وتستاهل فعلا. امشي ياض من هنا ياض، امشي. همشي يا بيسا، طالما انت عايزين امشي همشي على طول. ياض ما تبقاش سكع كده. انت متعصبه علشاني. غور يلا من هنا. غور. حاضر اغور. اخويا ده العطه له ناس وصاحب. الحقيقه شويكار هنا. ايه في ايه؟ لازم تيجي تشوفي بنفسك. بيسا 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 بيسا.
الله يسامحها. يا اخي بتكاد يا اخي مطرحه بره. يا حبسي حبسي. انتوا رايحين فين؟ ولا ما شاء الله. يا لهوي. هو نور استفندو باين ولا ايه؟ الحق خالتي. بسم الله ما شاء الله. والله واتفتحت لك طاقة القدر يا بنت اختي. دخلنا يا اخويا دخلنا. كاظم باشا افتح الباب. معرفش والله. اسال ماما. ها ماما مين يا جدع انت؟ يا جدع افتح بدل ما اخش اجيبك من شهربك. يا باشا ما اقدرش عندي تعليمات. مش يمكن يا جماعه مش هو ده المكان اللي ورثته بيه سوا واحنا غلطانين؟ يمكن ولا مش يمكن؟ لا يمكن فعلا. سوري انا اتلخبطت. انا استهبل. هي دي المدرسه والارض اللي تحتيها ولسك يا انسه بيسا. تحتيها ازاي يعني؟ يعني انا اخش اشد الارض من تحت المدرسه دلوقتي ولا اعمل ايه يعني؟ مش هتعرفي طبعا. لازم المبنى يتهد عشان نستلم ارضنا، لان ما بني على باطل متهيألي باطل. ايوه يعني انا دلوقتي عايزه اشوف الارض بتاعتي اعاين اتمن اقدر كده يعني. المفروض اعمل ايه هنا بقى؟ تدخلي فين انت والجرابيع اللي معاكي دول؟ نو واي. نعم جرابيع مين يا ابن العادي؟ ودي بنتي ان شاء الله. الحق يا نشطه انت فاكراني جاي من غير راجل باين ولا ايه؟ نو واي. اه سكتتي. انا على لك مالطه يعني من حته. ايوه كده يا مرعي. ارفع لهم الحاجب بقوم بالواجب وريهم الباي والتراي ليكونوا مفكرين ناس. ها لو حد دخل هنا السكيورتي عنده امر يتعامل معاه. ماما ممكن تبعتي لي حد من السكيورتي يحررني من وسطهم؟ انا هنا قصير. ها يا نشطه يا نشطه انا هتجنن. ازاي بقى واقفه قدام ملكي ومعزوتي وناسي ومش عارفه ادخل؟ ده انا هطير من الغيط. لا لا ما تقوليش كده يا بيسا بعد الشر عليكي. اقعدي بس اقعدي اهدي بس كده يا بيسا. وانت يعني قلت لنا هجم وما هجمناش؟ انت لو كنت قلت لي اهجم كنت ههجم. ده انا حتى مسميني مامون الهجام. لا ما البركه في جوز خالتي. اول ما شاف بتوع الامن جايين من بعيد سطر نفسه وجاب ورا. لا مش انا اللي اتقال لي جاب ورا يا بيسا. انت ما تعرفنيش. لا يا بيسا انا قلت مفيش داعي للمشاكل طالما في الاستاذ سلام او في ورق تتحل. انما لو عايز هوا يا بيسا فطالة بيسا. لو انت عايز هوا ومن دلوقتي انت متعرفيش مارع شكله ايه. انا مستعد دلوقتي انزل على اول الشارع اخش الجيم اجيب ست بخال يودوكي المدرسه ونخشها ونقطعها كمان وننجحك فيها. انا ما اجيبش ورا يا بيسا. اهو انت كده ما خدش منك الا الفانيلا المقرحه دي. لكن فعل مفيش. عندك حق والنبي يا بنتي. صحيح ابو جعران في بيته سلطان. اسكتي. بقول لك ايه يا عين خالتك ما تاخدي الفلوس ونفكنا بقى من الخوطه والبهدله دي. حلو السويت شيرت ده. لا انا عندي منه كل الالوان. يا سلام. اه هات لي بقى منه معاك. حاضر. ما عنديش خالص. عيني حاضر. مظبوطة؟ لا يمين سن اهو كده اهو. اه تمام. والكحكة في ايد اليتيم عجب. حد فيكم يجيب سيرة لستي باللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ما تحاوليش هتفضل تنخرب ورانا واحد ورا التاني لغايه ما تجيب قرارنا. لا هو بس ما حدش يرد معاها كده بالكلام وهي مش تعرف حاجه خالص. سامع يا عم مرعي؟ سامع يا عم مرعي. عمك مرعي لما بتزنق وبتثبت عند نصة المطبخ جوه وتروح داخله بوشها عليا بسنانها وانا بخاف وبقر وبقول كل حاجه. خلاص خلي بقى الارض تروح مننا. ارض؟ ارض ايه؟ كارد. الكارد يا ماما اللي واخدينه ومش عارفين نسدده. كارد. ماشي ماشي. اجراءاته بقى صعبه الكارد ده. لا دي سهله خالص. عشان لازم نخلصه بقى. ماشي. مش هتسيبنا مش هتسيبنا. احنا ليه ما عملناش الاجتماع بتاعنا ده في حديقه الازهر اللي في صلاح سالم؟ ما حدش يعرف عننا حاجه. بس يا مرعي. الله المهم دلوقتي انا خايفه يكونوا بيمنعوك تخش الارض عشان لما يجوا بعد كده يرموا لك اي قرشين ترضي بيهم وخلاص. مين ده؟ طب ما تاخدي القرشين وخلاص يا بيسا وتخلي علاقتك بالناس دي كويسه، لان احنا يعني لما رحنا لقينا المدرسه دي نظيفه
فانا بصراحه كنت حابب ان انت تتوسطي لي يعني اشتغل هناك بدل مركز الشباب اللي انا شغال فيه ده. اتوسط لك ايه يا ده؟ انا في دماغي تكتيك تاني خالص. ايه هو يا بيسا؟ بفكر يا واد اعمل على حته الارض دي حته دين مشروع. مشروع؟ انا سمعت حد بيقول مشروع. مشروع ايه بقى؟ شموع. عاوزين نجيب شموع عشان نعمل للولا مأمون سبوع عشان امه ما عملتلهوش وهو صغير، اصل كان عنده جدري فما كانش ينفع يسبع وهو مفقف. شموع وسبوع وجدري ومفقف. انا فعلا طول عمري نفسي اسمع حلقاتك برجالتك. تسمعها وحلقاتك برجالتك كمان؟ طب انا لازم امشي بقى عشان عندي مشوار مهم. يلا بقى. لا انا اجي بقى اشوف موضوع السبوع ده بنفسي. افهم بقى موضوع السبوع ده ايه. وانا هقوم اشوف الاكل اللي على البوتاجاز. وانا هلحق اطلع عشان انسى. اقعد اقعد. حاضر قعدت اهو. كنتوا بتتغيظوا في ايه بقى يا ميمون يا حبيبي؟ كنا قولي حبيبي قولي. كنا عايزين نخبي عليكي موضوع. السلام عليكم. ميمون خد ميمون يا ابن عزيز. ميمون ولا ميمون يا ابن عزيز؟ ايه يا ستو سكسكه ده انا بلعب اولى والله. اهو. لا تعالى العب معايا انا. يلا ماشي. اديني خسرت. لا معلش يا حبيبي ده بتعوضها. ايه ده انت قاعده؟ لا واقفه. ده انا ما خدتش بالي منك خالص. والله مش باينه انا بقى. لا يعني كنت مركز في اللعب واديني خسرت. معلش اقعد. يلا عزمك. ايه ده بجد عزماني؟ امال ايه؟ انا عايز اشرب حاجه قوي. عيني يا حبيبي. يلا هات له حاجه على حسابه. حسابي؟ لا انا مش عايز، انا لسه شارب. يا واد ما تتكسفش مني يا واد. لا لا مش قادر خالص. طب خلاص هات لي انا حاجه على حسابه. حاضر. على حسابي؟ يا ريتني طلبت كنت دفعت لنفسي بس. تقول حاجه يا ميمون؟ لا بقول بحبك قوي. وانا كمان يا حبيبي. وشك منور النهارده يا ميمون زي القمر ما شاء الله. اصل انا لسه مستحمى. والله مبروك. الف مبروك. زي القمر يا حبيبي ربنا يحميك. مش هتقولي بقى كنتوا بتتواجدوا في ايه النهارده؟ ها؟ لا ما كناش بنتودود. ما كناش بنتودود في حاجه خالص. اخزى عليك يا ميمون كده برضه بتخبي عليا كده برضه. انت صاحبتك الانتي. لا زعلان زعلانه ومقهوره يا ميمون. لا والنبي ما تزعليش يا ست سكسكه. انا عايز اقول لك والله بس هم مستأمنيني. ده انا حتى مسميني مأمون الامين. طب ده كلام برضو؟ يعني هم مستأمنينك وانت مش مستأمني؟ عيب عليكي والله تقولي الكلام ده يا ست الكل. طب امال ايه؟ يلا ميمون انا حاسه انك عايز تقولي هتموت وتقولي. هموت واقول مش قادر. طب يلا ميمون قول يا حبيبي. عايز اقول قوي. قول يا بابا قول. قول ما يهمكش من حد. قول. ماشي انا هقول. بس بالله عليكي اوعي تقولي ان انا اللي قلت لك. بيسا لو عرفت ان انا اللي قلتلك هتزعل مني قوي. معقول يا ميمون انا برضه اعمل حاجه تضرك؟ لا يمكن يا حبيبي انا صغرك اكتر ما انت صغير. لا يا بابا يلا قول قول يا حبيبي. ماشي. عارفه عم بيسا اللي اسمه جمال اللي كان عايش في ايطاليا؟ طبعا عارفاه. ما انا اللي ضربه الفيزا. ماله؟ مات. والله كنت عارفه ان انا. وبعدين كمل. بيسا بقى ورثه الارض بتاعتي. والله الحكايه كده. طيب يلا يا ميمون حاسب لي وشد انت بقى. اذا انت هتعملي انت شكلك هتوديني في داهيه وتقولي ان انا اللي قلت. عيب يا ميمون انا برضه اعمل حاجه تضرك. ده انت صاحبي الانتي. ماشي يلا حبيبي حاسب لي وشد انت. احاسب لك على ايه؟ كل دول يا حبيبي. كل دول؟ ماشي. لا وفي الحجر ده. لا كانوا ثلاثه تقريبا. ثلاثه؟ لا وكنت عازمه واحده صاحبتي الدهر بسال الطلبات كانت ايه وحاسب عليها. لا انا هجيب معاش امي لعم عاطف ياخده كل الشهر ده بقى. معرفش يا ميمون شوف هتعمل ايه. ميمون حاسب يا حبيبي وقوم شوف هتلعب الاولى ولا هتعمل ايه عشان محتاجه افكر شويه بس. معلش. لا انا هقعد معاكي عشان ما تودنيش في داهيه. طب هتقعد بس ما تعملش دوشه يا حبيبي. تقعد في هدوء ماشي عشان محتاجه افكر شويه بقول لك. ماشي. انت كده هتفكري ولا هتفجري؟ هو ده اللي في هدوء؟ لا اهو اهو اهو. مش ليه ده هي الحكايه كده. والله ماشي ماشي. انت بتكلمي مين؟ هو في حد قاعد في القعده غيرنا؟ يا
انا مش معاها. انا اصلا جاي وماشي مش مطول. كنت هعمل ايه يعني؟ مش عايزين تدخلوني. ماشي ماشي. عارفه عم بيسا اللي اسمه جمال اللي كان عايش في ايطاليا؟ طبعا عارفين. ما انا اللي ضربالي الفيزا. ماله؟ مات والله. كنت عارفه انه وبعدين كم بيسا بقى ورثه الارض بتاعتك. والله بقى هي الحكايه كده. طيب يلا يا ميمون حاسب لي وشد انت بقى. اذا انت هتعملي ايه؟ انت شكلك هتوديني في داهيه وتقولي ان انا اللي قلت. عيب يا ميمون، انا برضه اعمل حاجه تضرك. ده انت صاحبي الانتي. ماشي يلا حبيبي حاسب لي وشد انت. احاسب لك على ايه؟ كل دول يا حبيبي. كل دول؟ ماشي. لا وفي الحجر ده. لا كانوا ثلاثه تقريبا. ثلاثه؟ لا وكنت عازمه واحده صاحبتي الدهر بسال الطلبات كانت ايه وحاسب عليها. لا انا هجيب معاش امي العم عاطف ياخده كل الشهر ده بقى. معرفش ميمون شوف هتعمل ايه. ميمون حاسب يا حبيبي وقوم شوف هتلعب الاولى ولا هتعمل ايه عشان محتاجه افكر شويه بس. معلش. لا انا هقعد معاكي عشان ما تودينيش في داهيه. طب هتقعد بس ما تعملش دوشه يا حبيبي، تقعد في هدوء ماشي عشان محتاجه افكر شويه بقول لك. ماشي. انت كده هتفكري ولا هتفجري؟ هو ده اللي في هدوء؟ لا اهو اهو اهو. مش ليه؟ بقى هي الحكايه كده. والله ماشي ماشي. انت بتكلمي مين؟ هو في حد قاعد في القعده غيرنا؟ انا مش معاها. انا اصلا جاي وماشي مش مطول. كنت هعمل ايه يعني؟ مش عايزين تدخلوني. ماشي خش يا ميمون خش بس وطي صوتك عشان ما حدش يحس بينا. حاضر. انا نفسي افهم بس انت ناوي على ايه. مالكش دعوه انت، انت بس ما تجيبش سيره لحد وخلاص. ماشي حاضر. ادي اهي الحاجات اللي انت طلبتيها كلها. كلها كامله؟ كامله. بصي ادي الورقه اهو. تمام ماشي. وادي الاقلام اهي. تمام ماشي. وادي الختامه اهي والحبر بتاعها اهو. تمام ماشي. وادي البتاع اللي هي اللي بتكبر دي عارفاها. شاطر يا ميمون كده كله كامل كده. اعوذ بالله. ماشي ماشي يا ست سكسكه. الحاجات اهي وسعرها مش غالي والله. كام؟ 160 جنيه بس. دفعتهم؟ كلهم. طب كويس الحمد لله. يلا مع السلامه يا حبيبي. يلا مع السلامه. وانت بتطمني ان الراجل خد فلوسه يعني؟ طبعا يا ميمون الحق حق يعني. كل الناس حقها ولا ايه؟ يعني تاكل عليا انا فلوسي عادي يعني؟ لا ما فيهاش حاجه. انت انتيمي انت انتيمي ما فيهاش حاجه. وبعدين يا ولد عشان اقطك بيهم يوم فرحك كده كده كده. ايه ده بجد؟ امال ايه؟ يسمع من بقك ربنا ان شاء الله يا حبيبي. اشوفك عريس باذن الله. طب هي بيسا ما رجعتش لحد دلوقتي ليه؟ مش عارفه اقول لها يا حبيبي. ياه ان شاء الله ترجع بالسلامه. ايه ده؟ ايه ده يا ست سكسكة؟ انت كنت في الفيلم ده مع احمد السقا؟ احمد السقا. ايه يا ميمون دي كانت ايام. ما انا المفروض كنت اعمل الفيلم ده بدل نور. امال ايه؟ وعملت كل البروفات بس بعد كده بقى اختلفت معاهم جابوا النور بدالي. يا سلام. يعني انت تعرف احمد السقا كويس؟ يعني بقول لك كان انتيمي كده اهو وعملت كل البروفات والله بس بعد كده اختلفنا على الاجر فجابوا النور بدالي. حتى شايف الكاميرا دي؟ هو كان مديها لي تذكار. يعني دي كاميرا بتاعت احمد السقا؟ امال ايه؟ ماشي يا ست سكسكه. ايه ده؟ والفانوس ده جبتيه منين؟ لا ده فانوس عربيه محمد رمضان. شفت العربيه عجبني فانوس قام مديهولي هديه. ماشي يا ست سكسكه. طب طالما انت تعرفي احمد السقا كويس ما تعرفيني عليه. يلا يا ميمون يلا يا ميمون عشان ما حدش يحس بينا. يلا 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 يا ميمون. يا سلام تزنقي تروح عيله. يلا يا ميمون يلا يا ميمون. طب على فكره بقى الصوره دي متركبه والكاميرا دي بقى مسروقه مش بتاعت احمد السقا ده كاميرا فرعونيه اصلا وده بقى مش فانوس عربيه محمد رمضان ده فانوس ميكروباص. امشي يا ميمون ما تخليش اتخاف عليك. امشي. نفسي اشوفه لو مره واحده مش عارفه اقول للناس ايه. ايه راح ده العطر حلو قوم ادفع المشاريب. لا انا ما بحاسبش على مشاريب. ده ليه ان شاء الله؟ عشان الرهان حرام. واشمعنى انا لما بخسر بقوم احاسب؟ ولا هو حرام عليك وحلال عليا؟ لا بقول لك ايه طالما الموضوع دخل في حلال وحرام يبقى كل واحد يحاسب على مشاريبه. ماشي شوف حسابنا يا عمنا وحسابنا انا كمان عشان معيش فلوس. ولا مبروك يا ست فيزا الف مبروك.
مبروك يا بيسا يا حبيبتي، والله العظيم فرحت لك. الف الف مبروك يا ست بيسا على حته الارض، ولو عوزت تبيعها في اي وقت قولي لي، زبونها عندي. يا نهارك اسود ومنيل. والله العظيم يا بيسا ما اتكلمت، وحياه ربنا انت كداب، انا حكيت لك حاجه؟ ده انت حكي لي تفاصيل التفاصيل. لا يا بيسا دول بيتوقعوا. اتوقع ايه؟ ده انت قايل لي يومها ان كانت بالجيبه السمراء والقميص التركواز والتوكه اللي ما بتفرقش شعرها. كداب بقى عشان ما حكيتش هدومها. ما هي ما عندهاش غير الطقم ده، ولا توقعت. شفتي بيتوقعوا زي ما قلت لك، انا ما حكيتش حاجه. وبعدين انت عارفه اهل حارتنا يا بيسا ما بيحبوش غير ورك ورك كي 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 ده. ما عشان فيها ناس رطاطه زيك. امشي من هنا. استنى يا بيسا لحظه، اوعي كده، خد وعلى شكلك امشي. وانا بني ادم مش قايله ما نجيبش سيره لحد ابدا؟ هو انت ما يعتمدش عليك في حاجه خالص؟ لا والله العظيم يا بيسا، ده انا عامل لك كل اللي انت عايزاه. امال ما مسكتش لسانك ليه يا اخوي؟ وبعدين مش فارق لي الناس دي كلها، قلت لستي ليه؟ ايه ده، هي ستك عرفت؟ لا والنبي. لا دي ما قلتلهاش بقى. يا سلام يا اخوي، قال يعني بتنقي تقول لمين وما تقولش لمين؟ خلاص بقى يا بيسا والنبي ما تزعليش مني. لا انت سقطت من نظري خلاص. لا لا كله الا كده يا بيسا، انا اعمل اي حاجه ولا انك تزعلي مني. يبقى تصلح اللي عملته. ازاي؟ اقول لك انا، انت تفهم ستي ان الارض عليها مشاكل وان احنا مش عارفين ندخلها خالص، وما تجيبش ست المدرسه ولا اي حاجه، تعرف؟ ايه اللي اعرف يا بيسا؟ عيب عليكي، وانا عمري فتشت لك سر قبل كده؟ لا ابدا لا سمح الله. ده انا اللهم لك الحمد كتوم، ده انا من كتر ما انا كتوم مسميني مأمون الاخر. صادق يا اخويا صادق. مبروك يا بيسا. يلا بيسا عشان الدنيا بردت. كانوا فاكرين انهم هيتكتروا عليا. هما مين دول يا ست سكسيك؟ صوت ناس بتخبط بره عندكم صح؟ استنى كده اما نتصنط على لمبك. ايوه ست سكسيك ما طلعتش هنا؟ وايه اللي هيجيبها هنا؟ ما تلاقيها في شقتها تحت. خلقت منها ونطت من الشباك. الله، طب انزلوا بسرعه الحقوها لتكون نزلت الشارع. انزلوا بسرعه الحقوها لتكون نزلت الشارع. وفي ايه يا ماما بالظبط؟ تلاقيها راحت تعمل مصيبه من مصايبها، ما انت عارفه. الهي يقطعوكي حتت يا حيله. يقطعوا مين يا وليه؟ اللي ناقصه يا عديمه الربايه. مين؟ حبيبتي انت، ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا؟ جيت عشان اسمعك وانت بتتكلمي علي. يا وليه مش هتبطلي قله الاصل اللي انت فيها دي؟ عيب بقى يا ست سكسكه، دي مهما كانت امي برضه. مالك يا اخويا بتقولها بفخر قوي كده؟ دي وليه زباله اساسا. هي مين دي اللي زباله يا وليه يا قرشانه؟ انت عماله تهزقي فينا؟ اختشي على سنك، ده انت رجلك والقبر. انا رجلي والقبر؟ طب بس ما تتشنجيش قوي كده لطقم السنان ينط من بقي. عفريت لما ينط في وشك يا وليه. عفريت ينط في وشي انا؟ طب انا بقى اوريكي نطه العفريت اللي على اصولها. تعالي يا ست سكسكه. طب تعالي امشي. طب لا يا ست سكسكه، في ايه بقى؟ في ايه؟ ما تكبرينا بقى على الله. ايه ده انت بتزعلي؟ انت كبرت؟ لا ده تقيل عايز تتربى بقى. يا جماعه يا اللي بتدور على ستو سكسكه، ستو سكسكه هنا اهي. لا لا لا، ما تبوسش الجمل، ما تبوسش الجمل، ما تبوسش. ده سيم ده ولا ايه؟ من يخت اللي بيحسس على الباب كده. امك هنا؟ دي اجتماعية يا واد ولا ايه؟ انجزي، الحاجة سكسكة موجودة وانت جاي تخطبها ولا ايه اللي في ايدك ده يا حزين على امك؟ يوه، هنا ولا مش هنا؟ تحت بتضرب كرسي المعسل بتاعها. طب كويس، والمعسل بتاعنا احنا بقى فين؟ معسل ايه يا سكر انت؟ بيسا، معسل فواكه الفاخر. جوه. طب ما تندهيلها بره. حاضر، خش وقت الباب في ايدك. حاضر.
بنتي يابيسه يا بسبوسه. نعم يا خالتي، عايزه ايه؟ الواد مأمون عايزك بره. لا مش هشوف حد، يندعي. طب ما هو متنيل مرزوع بره، يلا معايا خلصينا من اهله. يا خالتي قلت لك مش هشوف حد بقى. وايه اصله ده؟ ايه ده بيسه؟ لو النب ما خلاص بقى بيسه، بهزر معاكي والله. نعم، عاوز ايه؟ معلش يعني مش قصدي ازعلك والله يا بيسه، انا غصب عني، انا لو اعرف ان الموضوع ده بيضايقك ما كنتش هتكلم ابدا. انا بس غصب عني يا بيسه بيحصل لي حاجه غريبه اول ما الموضوع يتفتح قدامي. اه والله بلاقي نفسي ريقي بيجري على الموضوع كده، وافضل الف وادور حواليه، الف وادور حواليه ولساني يدلدل، واقعد الهس، وبعدين فجاه اروح طارش الكلام. الله يقرفك. وبعدها برتاح راحه غريبه قوي يا بيسه. شوف ازاي. عموما ماشي، مفيش مشاكل، اما يبقى في موضوع مهم بعد كده مش هبقى احكيهولك. يا كلب سكسكة. ايه كلب سكسكة دي يا بيسه؟ اه يا اخويا، ما انت بتجري تقولها كل حاجه. اقسم بالله يا بيسه ما يحصل تاني، انا خلاص اتعلمت من الدرس. بعد كده يا بيسه هشد على بق بلاستر. ماشي، اقبلي مني الهديه المتواضعه دي بقى، ودي بمناسبه ان شاء الله. من غير مناسبه، تهاد وتعاب. لا يا اخويا خلي لك الهديه. بالنسبه بقى للموضوع اللي كنت موثقك عليه، عملت فيه ايه؟ اوامر يا بيسه. اقسم بالله يا بيسه هنزل دلوقتي اقول لها ان الدنيا خلاص خربت خراب وموضوع المدرسه ده انتهى. تمام. خوري بقى مني الهديه دي. خوري؟ لا مش واخده حاجه. لما تبقى تقول لها الاول ابقى اخد منك الهديه. طب ما تاخديها الاول وبعدين ابقى اقول لها. طب ما تجيبوا الهديه اللي محيرك ودي اشوف فيها ايه. اوعي يا اختي، دي تاني تاخديها ليه؟ ايوه صح، تاخديها ليه؟ لا انت خديها عادي وافتحيها وزقططي. ماشي. لا لا خدها مأمونة، انا قلت لك مش عايزه هدايا. ما انا قلت كده من الاول، افتحها انا. لا بقول لك ايه، تفتحي ايه؟ ده هديه انا جايبها لبيسه. اوعى كده، انا عمري ما حد جاب لي هديه. اوعى يا اختي، انت هو ده هديه انا. اه انتوا الاثنين، ده هديه انا جايبها بفلوسي. ايه ده، مش بقول لك مجنون؟ اوعي. يا نهار اسود. مرضتش اكتر بخاف. مصحف مجنون، مش بقولك في ايه؟ ايه ايه ايه، خلصت ولا ايه؟ ستك سكسكه خدت الهديه. يا سلام، ما تاخدها خلاص، نصيبها هديتها، نعمل ايه؟ ما هي سكسكه بالذات ما ينفعش تشوف الهديه. ليه يا واد، فيها ايه الهديه دي؟ فيها ايه؟ مصحف الشريف، ما طبيعي. الهديه صورة مرسومة لبيسة ومكتوب تحتها مبروك المدرسة يا أبلة بيسة. يا نهارك اسود ومنيل، ما كنت كتبت عنوان المدرسة بالمرة؟ ما أنا مش حافظة، أنا عارفة وصف كده. انزل يا هبل الحبل ما تشوفه، الله يخرب بيتك. حاضر يا واد، مش كده. انتي حد جاب لك هديه ولا ايه يا ست سكسكه؟ والله وحياه عزيزه يا واد، انا شايفاك من فوق وعمال تعمل لي تمارين رياضيه، عامل لي فيها نشيط قوي. لا انا بحب اقعد اعمل بعضا من التمارين الرياضيه كده من بلكونتي. والله طب دي بلكونتنا احنا على فكره. اه صح، دي بلكونتكم. اه ده اه دي ميمون. قول لي حوار المدرسه وابلة بيسه ده. ما هو ما تيجي نغير الموضوع احسن. ميمون كده برضه عايز تخبي عليا؟ خبي علي سكسكه؟ حد يعمل كده مع انتي مو؟ لا والله مش بخبي عليك ولا حاجه يا ست الكل. طب امال ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ عايزك تقول لي حوار المدرسه وقبل بيسه ده. بيسه الارض اللي ورثتها طلع عليها مدرسه. يا راجل انا ما بمشي دلوقتي. اقعد اقعد. يعني على كده بقى هم كل يوم يخرجوا الصبح يروحوا المدرسة دي؟ لا بيقوموا الصبح يروحوا المحاكم، أصل الأرض طلع عليها قواضي ومحاكم وداخلين مع ناس تقال قوي في البلد، ده حتى مش هيقدروا يسدوا قدامهم. بقى هي الحكاية كده؟ طبعا يا ست الكل، هو أنا هشتغلك؟
ده حتى مش عارفين ياخدوا معاهم لحق ولا باطل. طب كويس كويس. طب انا ليه عندك طلب يا ميمون؟ تأمريني يا ست الكل. ممكن يا ميمون لما حوار المدرسة ده يتحل وبيسة تاخد الورث تيجي تقولي وليك الحلاوة؟ ولا هتخبي عليا وربنا يبعت لي المعلومة؟ لا أخبي عليكي إيه يا ست الكل؟ هو أنا عمري خبيت عليكي حاجة؟ متأكد يا ميمون؟ طبعاً. ماشي 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 ماشي. أنا فاهمة النهار دي. إيه ده هما أقولك تاني؟ ماشي ماشي. خبوا علي أنا. ما تعصبوهاش. مدرسة مدرسة ورث. منزلوا كل يوم الصبح ويرجعوا. معلش معلش أنا أتصرف. أنا خايف أوي. العب يا حبيبي. شيش ياك. ماشي خش يا بيه. لا دي سهلة دي مش كل. عم مرعي. عايز ايه من عمك مرعي؟ معلش كنت عايزك في حوار مهم. ايه اتغلبت زي كل مرة وعايزني احاسب لك؟ عيب عليك انا اتغلبت وحاسبت خلاص. انا بلعب دور تاني عشان اعوض. وعايز فلوس عشان هتعوض مش كده؟ لا عايزك خمس دقايق بس هقول لك كلمتين واتكل على الله. تعال. ماشي يلا. تعال اقعد عم مرعي منورنا والله. لا بالحق الفسفوسة اللي كانت في ظهرك ايه الاخبار؟ كفت؟ اهو حاطط لها لبخة يعني وبقى. فسفوسة؟ اللي عرفه موضوع الفسفوسه ده. وانا مال انا؟ مالك ازاي؟ ما هو محدش عرف موضوع الفسفوسه ده الا انت وسماح، وسماح ما بتنزلش تقعد على القهوه يا مامون، يبقى مفيش حد قال الموضوع ده غيرك. لا ما هو في حد تاني يعرف. مين؟ هو الراجل ده ما هو لسه سالني. ما هو الراجل اللي سالني ده يعرف منين؟ من عم عاطف القهواجي. عاطف؟ عاطف القهواجي يعرف ان انا حد فسفوسه؟ وعاطف القهواجي ده عرف منين؟ منك. منك انت كده برضو كده ما يتبلش بقعد فولة. اخص عليك. يبقى الناس كلها عارفة ان انا عندي فسفوسة وانا معرفش. ينادوا عليا يقولوا لي مرعي ابو فسفوسة وانا معرفش. معلش خلاص يا عم مرعي ما تزعلش بقى. انا لاقيها منين ولا منين؟ وانت احنا لازم تتكلم في الموضوع ده دلوقتي. ده انت على الخباص قوي ما تمسك لسانة. هو برضو اللي خباص؟ هو برضو؟ اروح منك فين انت؟ خلاص معلش عندي دي يا عم مرعي المرة دي. قول يا عم بداية. وعندك واحد بتدين لعم مرعي عشان الفسفوسه؟ ده اتفضل بيفضحني بيطلب لي دواء عشان الفسفوسه بتدين. معلش 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 كبرني خلاص يا عم مرعي. الموضوع خلص واتلم الحمد لله لميته. اقعد بقى يلا عشان اكلمك في الموضوع اللي عايزك فيه. ما انا ما ينفعش عشان عندي الفسفوسه عندي ظروف ما ينفعش. شفت بقى انت اللي بتشرد لحوار الفسفوسه ازاي يا عم مرعي؟ هتخلي الحاره كلها تعرف. خلاص انت بتصيح لي انا خلاص. انا اللي هو يا حاره انا عندي فسفوسه انا عندي فسفوسه ما بعرفش اقعد منها. يا رايق يا عم ده انا عندي فسفوسه طول الليل بتخليني اتعلم احسن كده. خلاص يا عم مرعي خلاص خلاص يا عم اقصى. انا عندي فسفوسه في ضهري مش عارف اقعد. خلاص يا عم مرعي خلاص خلاص. انت اللي عندي فسفوسه. اه يا ام محمد عنده فسفوسه وعنده دوالي في رجله يا عم محمد وعنده حاجات في الليل. اسكت بقى هتفضحنا. خلاص الحاره كلها عرفت ان انا عندي فسفوسه عشان ما تذلنيش يا عم. مش هزلك بيها ده بالعكس انا حاولت الم على قد ما اقدر الحوار ما يخرجش بره المنطقه يعني الحمد لله المنطقه بس اللي عارفه. عاوز ايه؟ خلصني. أنا بصراحة غلب حماري مع بيسا وعايزك يعني تصالحني عليها عشان خاطر أنا عارف إن هي بتكبرك وبتعزك. أيوه لخص عاوز ايه؟ عايزك تصالحني عليها وتقول لها إني ما أقصدش. أصالحك عليها إزاي؟ ما خلاص يا عم عرفنا إنك أمن وإنك جامد وإنك بشنب وإنك حلو ومعجباني، بس أنا لازم دلوقتي أخش لعم مرعي. عليا النعمة طول ما أنا واقف على الباب ده أنت ما هتخش. عليا النعمة طول ما أنت واقف على الباب ده أنا هخش. طب أنا عاوزك تخش. يا عم بقول لك داخل لعم مرعي شكلك ما تعرفش أنا مين. أنا ما أعرفش أنت مين. يا حبيبي ده أنا مشهور ومعروف في المنطقة أوي. يالا ده أنا حتى مسميني مأمون المشهور. أيوة أنا ما أعرفكش. ما تعرفنيش؟ أه. طب أنا جار عم مرعي. أنت جار عم مرعي؟ أيوة. مين عم مرعي؟ مين عم مرعي؟ طب انا عندي اقولك يا عم مرعي يا عم مرعي. ايوه ايوه ايوه. ايه ايه في ايه مالك؟ الراجل ده مش عايز يدخلني. مش تقول انك تبع مستر مرعي؟ ايه ده هو انت بقيت مستر مرعي؟ ايوه اسمه الشهره. خلاص يا سيدي انا تبع مستر مرعي ينفع اخش بقى؟ ماشي على راسي. انا جبت الحاجه. شش.
خلي بالك من البوابة. أنا يا باشا. إيه؟ إيه الدوشة والقلق اللي أنت عامله على البوابة ده؟ وأنا قايل لك عايزك في مصلحة في الاستخبص. على فكرة الراجل بتاع الأمن ده بقى كان قاعد يفطر بعيد وسايب البوابة، وأول ما شافني جه عمل فيها الحارس الأمين. أنت مالك أنت يا ابن الناس؟ أنت دايما كده تفتن. جبت العدة؟ أهي معايا في الكيسة الصمت. حلو. تعالوا رايح. الله 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 دهدة 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 ايه المدرسة الأبهة دي يا عم مرش؟ اسكت اسكت انت هتفضحنا ولا ايه؟ الله 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 دهدة دهدة انت هتفضحنا يا ابني ولا ايه؟ أنا آسف حاضر. هو في ايه؟ احنا جايين نسرق المدرسة ولا ايه يا عم مرح؟ اسكت خالص نط. حاضر. انت غبي؟ نط من هنا. هنط بره المدرسة؟ ايوه بره المدرسة. ليه وانا هربان من الحصة الأولى؟ ليه ننط بره المدرسة يا عم مرعي؟ ما احنا داخلين من الباب دلوقتي عادي. ايوه عادي، بتاع الأمن شافنا إن احنا داخلين المدرسة. احنا بقى هننط بره المدرسة عشان ما حدش يعرف إن احنا اللي بوظنا البساط بره المدرسة، فهمت؟ طب واحنا نبوظ البساط ليه يا عم مرعي؟ مالكش فيه بقى؟ أنت مش عاوز تصالح بيسا؟ ده أنا نفسي يا عم مرعي، وبالمرة بقى كمل جميلك وخليها تجيبني معاكم في المدرسة الجميلة دي. ماشي، خلاص. لو عايز تشتغل في المدرسة الجميلة دي وتصالح بيسا نط. حاضر. يلا ماشي يا عم مرعي، خدني معاك بقى. يلا تعالى. يلا تعالى يا عم مرعي. يلا هات ايدك. يلا هات ايدك. يلا نط انا. يلا على مهلك. هوبا كده تمام قوي. الحمد لله انا كده تمام يا عم مرعي. كده يلا عملت اللي عليا وزياده كمان. ناقص بقى انت تعمل اللي عليك. خلاص ان شاء الله باذن الله انا هظبطك بكره مع بيس. بكره؟ ايوه. بكرة ايه يا عم مرعي؟ وليه مش النهاردة؟ الله يا ابني مش فاضية، الله قاعدة في المدرسة. يا سلام، واحنا بقى اللي هنعطلها يا عم مرعي؟ ما احنا مروحين البيت مع بعض وهكلم قالك. قول كده بقى يا عم مرعي، انت خدت جردك مني وبعدين هتفكس لي، والله العظيم لو لا على كل حاجة. تقول ايه؟ تنيل، ما انت لو قلت على أي حاجة هتلبسها معايا، دي جريمة، قضية. قضية؟ أيوه. لا خلاص أنا مش هجيب سيرة أي حاجة لأي حد. يلا ادفن العدة اللي معاك دي بسرعة. ادفن العده دي؟ ايوه هتدفنها. طب ومين اللي هيدفع ثمنها؟ يا عم ثمن ايه دلوقتي؟ الله، دي اداه الجريمه عليها بصماتنا. ايوه صح، خلاص هدفنها. هدفنها في حته امينه ما حدش ياخد باله منها. هدفنها في ايه؟ في الملعب عند الجون. انت عبيط بقى، جون ايه؟ فينها جنب السور في اي حته هنا بسرعه. ماشي حاضر. وتشوف بقى هدومك فيها شحم اي حاجه تطمن. لا لا انا تمام اهو، ما تقلقش يا عم مرعي، زي الفل الحمد لله. الحمد لله كده بقى الجن الازرق ما يعرفش احنا عملنا ايه. اهو عم مرعي. ايه؟ هي الكاميرا اللي هناك دي شغاله؟ يا نهار اسودكم نيل. بس ده هنشغله ايه هنا بقى ان شاء الله؟ بقولك يا بيسا، مش في واحد كده بيبقى يعني اللي هو المتخصص الاجتماعي ده اللي بيبقى بيحل مشاكل الطلبه والتلامذه والحاجات دي؟ ما نشغلش الشغلانه دي. هيفضحهم، هيخلي سيرتهم على كل لسان. صح، وده ما يتوصاش، والعيال هيتعقدوا وممكن ينتحروا بسببه. داي. الله يولع فيك يا مأمون. طب بقولك ايه بقى بيسا، انا كنت بسمع ان في واحد كده في أوضة الامتحانات بيمسك الامتحان كنترول بتاع المدرسة، يعني إيه رأيك فيه؟ هيسربها، ولو عيل من دول سقط هيشرط له في كل حتة. اسمع اللي أنا بقولك عليه. مش عارف نعمل معاه إيه. بس ممكن يمسك الجرس كل شوية يضرب فيه. يا قنشطة هيفضل متعلق فيه طول النهار، مش هينزل من عليه، المدرسة هتبقى طول اليوم فسحة، العيال مش هياخدوا حصص. أقولك، ومش كان بيدرب في مركز شباب إمبابة؟ احنا نمسكوا الالعاب هنا في المدرسه. الله يفتح عليك يا بيسا، كده صح. وبعدين هو ما فيهاش لا لت ولا عجل ولا كلام مع اي حد. فيها ثانيه مد ثانيه مد لغايه ما يتهد حيله ونخلص منه. امين يا رب. ماشي، نقول له النهارده اما نروح ونجيبه معانا هنا بكره. نروح مين؟ ده ملطوع على الباب بره.
نعم ايوه وانا مموت ادخل هنا ايوه عم مرع الف شكر يا عم مرع يا مظبطني خلاص بقى يا بيسا مش زعلانه مني لا خلاص ده عشان خاطر عمك مرعي بس الله يخليك خلاص والله الحمد لله لا انا اتعلمت من اخطائي ما بقتش فتان تاني صح اه والله لا وكمان بقيت بسمع الكلام ايوه اهو شفتي اسال عم مرعي ده انا حتى لسه سامع كلامه تحت ومبوظين الكاوتش بتاع ايه المش الكوتش في حاجه قنشطه الواد كان رايح قلع الكوتش راح يتوضى بوظ له الكوتش بتاعه رجبنا له الشمس انت ايه عايز ابارك لك عايز ابارك لك على ايه بيسا هتخليك تمسك القلعان ما انا سمعت كل حاجه كنت حاطط ودني على الباب كده بس عشان يعني اعرف المعلومات المهمه يعني وعرفتها الحمد لله هو ده اللي خلاص اتغيرت لا ما انا قلت ما بقتش فتان انما انا لسه ودني زي ما انا الحمد لله رب العالمين اما بقى بالنسبه للالعاب فاحب اطمنكم انا في الالعاب بيريفيكس كومبليكس ده انا حتى مسميني مأمون الكوتش معلش يا صوفيا انا عارف اني متقل عليكي بس غصب عني اصلي بصراحه محتاجه فضفض ومش لاقي حد ارتاح له وفضفض له غيرك كيفك يا مأمون جودينا اهو ده العشم برضه يا صوفيا ما كي تدوني مون نيميرو مش قادر مش قادر يا صوفيا تخيل ان بيسا ممكن تتجوز حد غيري فعلا انت عندك حق انا لازم احارب في سبيل حبي مأمون جو تو ليس انت صح يا صوفيا صح فعلا لسه في فرصه جو كومبرون ريان جو راكروش حاضر 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 هتحرك 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 بس صوفيا كنت عايزه اقول قفلت قفلت عشان تحمسني عشان اتحرك بسرعه مش ممكن هو لسه في صداقه كده في الدنيا بيسا موجوده خش ماشي هو حضرتك صاحبه بيسا ايه ده مأمون ايه ده انت بيسا ايه ده انت عبيط ولا ايه بقول لك ايه جيت في وقتك عاوزك في حاجه ضروري ايه ده انت حاطه خيار على عينيكي ليه على فكره بقى الجزر هو اللي بيقوي النظر مالكش دعوه انت دي حاجات بنات مالكش فيها طب كنت عايزك في موضوع مهم معلش والنبي انا عايزك تعمل لي مشوار الاول وبعدين ابقى اسمع منك اللي انت عاوزه طب ما اقول لك اللي انا عايز اقوله الاول وبعد كده اعمل لك اللي انت عاوزاه يا ابني وانا هطير عايزك تلحق المطبعه عشان تتبع لي دعوات الفرح انت عايز انا اطبع الدعوات بايدي ده انا كانت تتشل قبل ما تعملها المشكله حافظ الصيغه ولا مليها لك حافظها ده انا كنت عاملها لنفسي هتكتب قاعة الفردوس يوم الخميس فرح الاستاذ كاظم على الانسه ب حاضر بس كنت عايز اقول لك حاجه سريعه بس بعدين بقى مأمون عشان تلحق حاضر يا بيسا حاضر حاضر خالتي فات نص ساعه اشيل خيار ولا لسه نص ساعه ايه ده ما عداش دقيقتين وبعدين يلا عاوز اعمل السلطه حاضر عايزين اطبع الدعوات بايدي اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم ما خطرش ابدا يوم في بالي ان ابقى واحد منهم انا بقى هطبع الدعوات كده زواج الانسه كاظم من الانسه به وهفضحهم في كل حته ده انا حتى مسميني مأمون فضيحه والمره دي بقى هقول لها يعني هقول لها خلاص بقى يا بيسا ما تقهريش نفسك ايه ده ايه ده ايه ده في ايه مالها بيسا خبى بالويبة خش خش ايه ده هو في ايه يا خالته يا ابني اللي حصل واللي جرى لا ينكتب ولا ينقرى ما تنجزي يا خالته انت هتعددي واحدة صاحبة بيسا اتصلت بيها وقالت لها انها شافت خطيبها قاعد مع واحدة وعازمها في كازينو البيت وجايب لها عصير سموزي
المعفن اللي كان بيشربني في جنة الفواكه. اتصلي لي بنشطة دلوقتي حالا. ايه ده انت بيزا؟ هو شكلك عمل كده ليه؟ بس والنبي يا مأمون، طب ما يمكن صاحبتك دي غيرانة منك وعايزة تفشكل الجواز. لا ده صاحبتها دي ربنا بعتها من السما. الف حمد وشكر. ايه ده انت فرحان فيا يا مأمون ولا ايه؟ انا فرحان ليكي مش فرحان فيكي، ده الحمد لله ان ربنا بعت صاحبتها دي في الوقت المناسب. ايوه صح. تخيلي يا بيسا لو كانت الفاس وقعت في الراس واتجوزتيه. ايوه ايوه. لا الحمد لله وزين المعفن الرمراه. طب وصاحبتك دي عرفت كاظم منين؟ الله يا خالتي، مش شافت صورته عندي على النت؟ بقول لك ايه يا بيسا، احنا الواد ده لما يجي نرمي حاجته في وشه. أيوة صح. مش بيسا اللي تتخان. ايوه صح. التسليم انا اشتقيني معاه. ماشي وانت مأمون معلش اتعبك معايا، عدي على المطبعه وقول لهم يكنسلوا الدعوات، وابقى عدي على مستر هيصة قول له كنسل ميعاد الشعر. معلش همشورك معايا. لا يا بيسا مشواري ايه، ده انت تعبك راحه، ده انا حتى مسميني مأمون مشاوير. لو النبي يا بيسا ما تفسريش في وشي، ده انا نفسي افرح بيكي. افرحي بايه يا خالتي بقى؟ ما خلاص. اسم الله يا اختي. ازيك يا بيسا؟ كويسه. لو سمحتي عاوز اولعه وباكو بسكويت. عيني يا اخوي. بقول لك ايه يا بيسا، ما تيجي اخرجك كده يعني عشان تغيري جو. لا مش طالبه معايا، انا اقعد هنا في الكشك مع خالتي. ما اصل انا كنت عايزك بصراحه في حوار مهم. حوار ايه؟ ما تقول هنا. بصي يا بيسا بصراحه. ربنا يعوض عليك يا بيسا يا حبيبتي. ايه ده؟ ربنا يعوض عليكي. هو انت ضايع منك حاجه؟ بيسا بقول لك ايه، بالنسبه للبدله اللي انا ماجرها عشان فرحكم، ارجعها ولا تصفوا وتصالحوا كده اخليها؟ اللي هيتولع يا بعيد. انت لحقت تنشر الحوار؟ انت مفيش فايده فيك خالص؟ ما كان لازم اقول للحاره كلها يا بيسا عشان يعني لو حد عايز يتقدم لك ولا حاجه. لا مش شكرين يا اخوي، مش عايز حد يتقدم لي ولا نيل. لا ما تقفلهاش كده يا بيسا. يعني المهم ارجعها ولا اخليها؟ ولع فيها، انت هتشغلني بهدومك ليه على الباسه؟ ما تردي. بصي انا لا عايزه ارد على حد ولا اضايق حد ولا حتى اضايق نفسي. بيسا خدي بس اقول لك يا بيسا. يا مالها عصبيه ليه كده؟ انت ايه يا راجل انت؟ انت ايه؟ مش انا قلت لك ما تبينش انك عارف؟ هو كان باين عليا ان انا عارف؟ باين، ده انت قلت. بقول لك ايه، اقسم بالله ما احكي لك حاجه تاني، مع ان كان عندي حاجات حلوه اقولها لك مش هقولها لك. هولا الحاره كلها واقول لهم ما تقولش لعم عبده. يا خساره. المهم ارجع البدله ولا اخليها؟ يا عم ولع فيها ولع فيها. يا عم البدله بتعد عليا بتعد. بتعد؟ طب ركب لها عداد كمان. خش يا عم عبد، خش خش جوه. ايوه بس انا عايز اقول لك. شوف انا عايز اقول لك، اوعى ما ايدك قطعها. الحمد لله الجوازه باظت وبقيت مأمون العريس. استني بس يا حماتي، ما ينفعش تمشي كده من غير ما تاخدي واجبك. انا هخلي كاظم يكلمك. طب اديني رنة اول ما توصلي طمنيني عليك. خلي بالك من السلمه المكسور. هستنى كاظم يكلمني. ها يلا يلا. لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه اللي جاب الست دي هنا يا بيسا؟ ده رجلي يا مأمون، انا وكاظم رجعنا لبعض تاني. ليه كده يا بيسا؟ ايه ده انت عبيط ولا ايه؟ طلعت فاهمه غلط والناس متمسكين بيا، وبعدين اديك شايف الست ازاي جات لي في نصاص الليالي. بقول لك ايه؟ المهم دلوقتي عايزاك في موضوع ضروري. عاوزه ايه مني؟ عايزاك تعدي على مستر هيصة يدي للشاعر ميعاد جديد وتتبع لي الدعوات تاني. يلا بقى عشان الحق احضر حاجتي. طب انا كنت عايز اقول لك حاجه يا بنتي. ماشي هي واحدة دلوقتي بس اللي هتحس بيا، مفيش غيرها. ايوه هي. الو. ايوه صوفيا. مأمون انا عارف انها صحتك من النوم. معلش مأمون جو سي با موا في كيكو شوز. ايه ده؟ تخوتو دي زامي لا. انت كمان عارفه ان هما رجعوا لبعض؟ يعني انا بقى كده اخر من يعلم؟ ده انا بقى المفروض يسموني مأمون الاهطل. تي امبوسيبل. ازيك يا مأمون؟ بيسا ازيك يا بيسا؟ اتفضلي ادخلي. لا انا مش هقعد، انا نازله على طول، انا عايزاك بس في مشوار يخص الدعوات. هولع لك فيهم يا بيسا. قولي لي بس خانك مع مين؟ انا من الاول يا بيسا قلت لك الواد ده ما يستاهلكيش. يا ولا مفيش حاجه، انا كنت بس عايز اغير اسم القاعه. اسم القاعه؟ طب مش حابه تغيري اسم العريس؟ ياض ما تبقاش سكع كده، اخلص عشان تلحق تتبعهم. حاضر.
ألف ألف مبروك عقبال غد. هو في إيه يا جماعة؟ إحنا رايحين فرح مش رايحين خناقة يا جماعة. يا جماعة في أربع أتوبيسات، أنتوا مستعجلين على إيه؟ بالراحة بقول لكم في أربع أتوبيسات. بالراحة يا جماعة، بالراحة بالراحة. بركة إنها غرت من الحتة عقبال بقيت أهلها. بقول لك يا أمّا، مسكي لسانك كده وروقي على حالك، مش ناقصينها الهالة. بقول لك إيه، أنا رايحة المشوار ده غصب عني، ما تخلينيش ألف وأطلع فوق تاني. ما خلاص بقى يا أمّا، عدي اليوم الزفت ده على خير. يا باي. أبا. لا بص بقى يا حبيبي، أنت ليك أتوبيس لوحدك. ولا أقول لك في مكان قدام أهو. يلا اركب إن شاء الله تغلس يا بتاعتي. اتفضلي يا حاجة اتفضلي. أهلاً وسهلاً. اطلعي وخدي إيدي. على مالك، على مالك يا حاج. بقول لك ايه يا ادم عمود؟ نعم. خد صورني سوله كده وانا مسلول. اصورك وانت مسلول ليه؟ انت عايز تجيب كرسي بعجل من المحافظه؟ مسلول قصدي هبي يعني هبي. سعيد. اه حاضر يا عم سلامة. يلا يلا. الشيلز باين؟ ايه الشيلز ده؟ اه الشيلز. اه الشيلز باين حلو قوي. الله 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 الله. بايه؟ اعوذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب. ابعد شويه يا عم سلامة. الله العظيم يا رب. شكرا شكرا. يلا بقى بسرعه عشان ما تاخرش. لا 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 اسبقني انت بقى يا عم سلامه، انا هروح مشوار كده وهاجي لكم على طول. هو انت عارف الطريق؟ عيب عليك يا عم سلامه، ده انا مسميني مأمون جي بي اس. هو انت اللي بتقول بعد 15 متر الحلف عند الدوال بعد المدخل الاول؟ لا مش انا، يبقى بعد المدخل الثاني. هي المشكله في المدخل يا عم سلامه، ادخل الاتوبيس يلا بسرعه. طب ما تاخرش. عيب عليك يا عم سلامه، ما تخافش مش هعوق. يا ريت يا ريت، انا نفسي تاخدها بس ما ينفعش. هو مش انا اللي جايبها؟ يبقى عادي اما اخدها. الورق كله باسم مرعي. يعني ايه؟ يعني لازم مرعي هو اللي يجي يستلمها، او اي حد من قرايبها من الدرجه الاولى. هاتهولي وتعالى خدها. انا عن نفسي مطيقها ونفسي اخلص منها، ده انا عندي 3 ممرضين في العنايه المركزه بسببها. انت هتقول لي ما انا عارفها وعارف مصايبها. يا راجل، ده انا اضطريت اجيب جردات عشان أأمن الدار منها. طب طالما هي عرفاكوا كده ما تسلكها لي وتسيبنا خدها. للاسف دي فيها مسؤوليه قانونيه. ما عندكش محامي يشوف لنا اي ثغره كده وتيجي تاخدها؟ ما فيش وقت، انا لسه هجيب محامي وندخل في حوارات كمان. خلاص بقى مش مهم، خلوها عندكم. يلا السلام عليكم. يا رب يا رب اهلها ياخدوها. ازيك يا حاج؟ معلش ممكن اسالك سؤال؟ ست سكسيكه فين؟ سكسيكه مين؟ ست كده اكيد معلمه عليكوا في حاجه، تعرف مكانها؟ مكان مين؟ ست سكسيكه. سكسيكه مين؟ يا حاج هو اللي انا هقوله هتعيد ورايا ولا ايه؟ ست سكسيكه تعرف مكانها ولا ما تعرفوش؟ مكان مين؟ شكرا يا حاج. حاج مين؟ آه لا ده أنت ضايع خالص. بقول لك إيه، روح شوف أنت كنت بتعمل إيه. طب أنا كنت بعمل إيه؟ أنت كنت نايم يا حاج. أنا كنت نايم؟ آه. طب بص لي كده ليه؟ روح نام. أروح أنام؟ آه روح يلا نام. الراجل رايح ينام في الحمام ولا إيه؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا حاج، ما تعرفوش مكان ست سكسيكة فين؟ في الانفراد يا ابني. ايه؟ هي واخدة تأبيدة ولا ايه؟ لا يا ابني، ده الدكتور شحاتة هو اللي عزلها بعد ما ضربت الحاج نبيل ضربة في كتفه خلعته زي ما انت شايف. بس يا حبيبي بس بس بس. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت بتجر شكلها ليه يا حاج نبيل؟ والله يا ابني ما جت ناحيتها، هي اللي كانت عايزة تثبتني في طقم اسناني، ولما ما رضتش فاجئت بواحده كومبيكس. كومبيكس ايه يا حاج نبيل؟ قصده سوبليكس. سوبليكس سوبليكس، في واحده سوبليكس خلعت كتفي. أيوة. بس 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 حبيبي بس بس بس. معلش يا حاج معلش، عندنا المره دي، ده كويس ان هي جت في خلع كتف خفيف كده. بقول لك ايه يا حاج؟ ايوه. انت تعرف مكان الانفرادي ده فين بالظبط؟ طبعا يا ابني عارفه. طب تعرف بقى المفاتيح بتاعه الانفرادي فين؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟
يعني ايه مش عاوز اخد الدواء؟ لازم اديله الدواء انا كل يوم بنفسي؟ ده الدلع ده. انا خلاص مش عارف اكل ولا اشرب ولا عارف اكلم مراتي، نص عمري راح معاكو. يلا اتفضلي مدي شويه. سدوا سكسكة ميمون انا جيت جاي لي برجلك. اسمعني بس اسمعني بس قبل ما تطوري. مش هسمع حاجه. وكمان لبس لي كرافات. ده انا على لاك مانع كرافات تسيس. مش قادر مش قادر خلاص. اعمل كل اللي انت عايزاه. اعمل انت عايزاه تعمل فيا كده بقى. انا استأمنك على نفسي وامشي معاك. تطلع نويلي النية السودة دي. والله العظيم هم اللي قالوا لي اعمل كده. قالوا لك تقوم تسمع كلامهم ليه كده يا ميمون؟ ليه تخليني اجيب اجل حد بحبه؟ ليه؟ ليه؟ يا حرام. هو مين ده؟ انت اتشاهد على روحك قبل ما اظفر ايه. اصبري بس اصبري. انا جاي والله العظيم عشان اصلح غلطتي. اسمعي مش هسمع حاجه. بيزا بتتجوز دلوقتي. بيزا بتتجوز؟ فرح شغال دلوقتي. بتتجوزي من غير ما تقولي لستك حبيبتك اللي ربيتك؟ تعرف طريق فرح ده فين؟ وديني حالا عشان ترفع على دماغه. ايوه هو ده المطلوب. انا جاي لك اصلا عشان لترباها على دماغه. يلا وراي. ليه؟ ورايا انت؟ انا حفظ التورتي حته حته. مسكوني لغايه دلوقتي في 6 محاولات هروب و4 حفران فيا. بس المره دي باذن الله هنعدي. ورايا ميمون. اخويا ميمون بتاع الامن اللي هناك ده شايفه؟ يلا روح اشغله باي حاجه بقيل. اشغله بقى بايه ان شاء الله؟ اشغل يا ميمون فكر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وانت لسه هنا؟ ممكن ولعها؟ امسك. شكرا. ما تولع. ما انا ما بدخنش. ما بتدخنش؟ امال واخد الولاعة ليه؟ عشان اتدفى. انت عارف الجو ساعة اليومين دول فالواحد ايه يحب يتدفى يعني شوية، وخصوصا ان احنا ما عندناش سخان في البيت يعني الموضوع صعب. جاي تهزر بقى. جاي اهزر. هتعملها يا زبتو زكزكة؟ ده الراجل مش كنت نخرب بيتك هتفضحنا. بجد انت صديقة وفية. مامون pourquoi tu continues de m'appeler? On se comprend même pas. عارف يا صوفيا انه اسمه نصيب، بس غصب عني اعمل ايه؟ انا جوايا نار نار يا صوفيا. très bien. Eh ben je vais te bloquer. لا تيجي فين؟ ما ينفعش تيجي هنا. ما تقلقيش انا هبقى كويس. واد يا مأمون. صوفيا اقفلي دلوقتي طيب وهكلمك كمان شويه. يلا يلا سلام سلام. ايوه ياما. ايه يا ابني مالك من ساعه ما رجعنا وانت قافل على نفسك؟ مفيش ياما، مريح شويه. ما قلتليش ايه رايك في البت حنون اللي وريتها لك النهارده في الفرح؟ لا ياما خلاص انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. يا سلام، ده انت من كام يوم كنت هتموت عشان تتجوز وهتفضل عايش لي على ذكرها؟ يا ابني بطل ذوقك المنتن ده وشوف حنون بنت حلال وتستاهلك. ولا حنون ولا غير حنون. وسيبيني بقى ياما عشان عايز انام دلوقتي. ما خلاص يا منيل اتجوزت وسابتك، هتفضل بقى تحب اللي في واحده متجوزه؟ وهو انا قلت لك ان انا رافض حنون عشان بيسا؟ بيسا ملهاش ذنب ياما، انا مش عايز اتجوز اصلا. منك لله يا بيسا مطرح ما انت قاعده، ضيعتيني الواد. ياما ما تدعيش عليها. الله، ما قلت لك بيسا ملهاش ذنب. انا ياما اللي مش حابب اتجوز خلاص، حتى دلوقتي مسميني مأمون العانس. عانس فشر يا حبيبي، ده انت الف من تتمناك. بس شوف حنون. حنون تاني وتالت ورابع،
شوف تنقيه امك. ولا هشوف ولا هسمع. واقول لك على حاجه يا اما، انا مش قاعد لكم في البيت اصلا. الله، يعني هتطفش من البيت؟ لا، دي عامله لك عمل بقى. اه يا اما هطفش، ده انا حتى مسميني مأمون الطفشات. اوعي طلعني ولا يا مرعي، ولا يا مرعي. خرجينا انا الاول، خرجينا انا الاول. ايه النسب الاسود ده؟ يا ريت يا ريت يوم ما كنت جايه تقدم لك كان البيت واقع بيك. يا ريت قلت بتشرب الحاجه ساعه كده كانت الزباط طلعت منك هناك وخلصت منك. الهي كان وقع على قرعتك يا شحات شجربوعي اللي اهلك ماتوا من الجوع، وانت كنت داير حايل ورايا كده بالعجله المصديه بتاعتك ترين ترين. ما تتبطرش يا مرعي، احمد ربنا ان خرجنا من تحت ايديها سلام. سلام مين؟ سلام مين؟ ده خبطتني وسط ركبه بفكي. عايز اروح اعمل انشاء عليه، عايز اروح اعمل انشاء عليه. ايه ده؟ انتوا واقفين ليه كده في ساعه زي كده؟ اصل الدنيا حر فوق، الدنيا حر، احنا هربانين من الجحدة، من الجحدة اللي فوق يا مامون. ضربتنا ومرمطتنا وطردتنا وخلتنا عرضه كده لكل عيل ما يسواش شايل شنطته يقول واقفين ليه كده في ساعه زي كده؟ اه ايه؟ دي هبرتني. عارف يا مأمون المسكت البتاعة دي ونزلت على دماغي كده اهو كده اهو، عارف سنتها القدامانية؟ اه لسه في رجلي. طب اوعى تكون جابت سيرتي في حاجة. لا ما تقلقش، هي جابت سيرة أهالينا بس. طب الحمد لله. أنتِ إيه اللي جرالك يا نرمين؟ من إمتى وأنتِ مستهترة كده؟ أنا آسفة جدا يا فندم. معقولة؟ مكتبي يبقى مفتوح كده؟ أي ولي أمر يدخل كده من غير استئذان؟ والله يا مدام شويكار ما خدتش بالي منه. أوعدك مش هتتكرر تاني. عموما مقصوم منك 5 أيام عشان تصحصحي شوية. اللي تشوفيه حضرتك. إيه الصوت ده؟ أعذار يا أما. صباح الفل يا أبلة شوكار. لا ده انا ما اعرفش عنه حاجه. انت كنت نايم هنا في مكتبي؟ ايه ده، هو ده مكتبك؟ معلش والله اصل انا امبارح يعني كنت مسقط يعني فمش مترجم انا نايم في مكتب مين. انا مش قادر استوعب، معقوله كان ممكن يقوم بمنظره ده وانا في وسط ميتنج ومعايا ناس؟ ايه ده يا نهار اسود، يا نهار اسود ومنيل. الحصة الأولى فاتتني. رايح فين؟ رايح عشان أحضر الحصص اللي ورايا. تروح فين بمنظرك ده؟ مش تلبس حاجة؟ أه فعلاً هلبس الشبشب أهو. حاضر. شبشب إيه اللي بتلبسه؟ وهتروح بشكلك ده؟ قصدك يعني على الهدوم وكده؟ ماشي حاضر. إيه؟ معلش يعني ما خدتش بالي والله، بس الواحد بيصحى بقى زي المسطول. حاضر ماشي هغير، بس معلش يعني ممكن تتضيروا عشان أغير؟ تتغيروا؟ مخصوم منك شهر؟ لا شهرين، مخصوم منك السنة كلها. يا السلام عليكم يا ست سكسك. عليكم السلام. ايه ده، خدها ولا ميمون؟ ايه في ايه؟ تشرب حاجة؟ لا مش عايز. والنبي اللي انا فاتحة لك ازاي؟ لا ما تفتحيش حاجة، اي حاجة هتفتحيها انا مش مسؤول عنها. عفن. ايه؟ بقول ماشي براحتك خلاص. طب كنت عايزة مني ايه؟ كنت عايزة أعرف عنوان بيتها، عايزة أعمل معاها الواجب. مش معقول يعني تبقى صباحيتها ومحدش من أهلها يزورها، منظرها إيه قدام جوزها؟ والله العظيم ما أعرف ساكنة فين يا ستو سكسكة. يا ميمون عليا أنا برضو، يلا وديني يلا يلا يلا. عيب عليك يا ست الكل، وأنا عمري عزيت عنك معلومة؟ الصراحة لا، بس عارف يا ميمون لو طلعت تعرف وما بتقوليش هطلع عليك القديم والجديد. حاضر. كنت عايزه ازازتين حاجه ساقعه يا حاجه لو سمحتي. ماشي حبيبتي يا عين، هاتي فلوس الاول. اتفضلي. روح ولا ميمون طلع لها ازازتين حاجه ساقعه. وانا مال انا؟ روح بدل ما تغاب عليك. حاضر ماشي حاضر، كل حاجه ميمون يا دي التلاجة. بالراحة التلاجة. حاضر بالراحة التلاجة اهو بالراحة. طب افتح نافوخ. لا لا وتفتح نافوخ ليه؟ ولا اهو بالراحة اهو. سكت حاجة الساعة ايه؟ شكرا يا كابتن مأمون، تسلم ايدك. انت بتدرب فين دلوقتي؟ ما بدربش. امال بتعمل ايه؟ ما بعملش. طبعا اذنك. ما بأذنش. لا بجد، علشان لو اتأخرت اكتر من كده بابا هيزعل. ان شاء الله باذن الله هتفور في وشك انت وابوكي.
خلاص عرب. ايه ده؟ فيها ست سكسكة؟ عارف لو طلعت تعرف عنوان بيسا وما بتقوليش؟ ما اعرفش يا حارة، ما اعرفش والله. الحمد لله نسيت الباقي. ايه الزهق ده؟ ايه؟ انا مش مصدق ان جه اليوم اللي اقعد معاك انت على القهوة يا عم عبد. انا خلاص ضعت. ايه ده؟ ايه في ايه؟ القهوة دي اسمها ابن الباشا. انا بقالي 20 سنة بقعد على القهوة دي، أول مرة أعرف إن اسمها ابن الباشا. عارف ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إن أنا زهقان منك قوي يا عم عبد. طب بقول لك إيه؟ ما تضيع الزهق ده وتعزمنا على شاي. أعزمك إيه؟ ما تعزم نفسك، أنا مالي أنا؟ أنا أصلاً محتاج اللي يعزمني. أنا ظروفي زفت اليومين دول يا عم عبد. اخس عليك. وأنا اللي أقويك في بيتي ومأكلك من أكلي ومشربك من شربي ومنيمك على سريري حتى الحمام. هتقول لي بقى محممك في حمامي؟ ده انت ناقص تقول لي مصبنك بصابونتي ومليفك بليفتي. ايه يا عم عبده هتذلني؟ ايه ده؟ هجيب لك اللي انت عايزه خلاص. يا عاطف استغفر الله العظيم يا رب. امر مأمون، هات لنا 2 شاي على النوته. ما عادش في نوته، قطعناها خلاص. الدفع من هنا ورايح كاش كده. عم عاطف ده انا ما اديتك بقشيش ولا يعني عشان الدنيا مزنقه معايا اليومين دول؟ ده انا كانوا مسميني مأمون الفييه. والله دي اوامر المعلم، وحتما ولازما ولابد انفذ اوامر المعلم. يا سلام، مش معنى ست وسكسكه بقى اما بتيجي بتطلب على النوت عادي، ولا لازم انا اجيبها لك عشان تطلب لي هي بنفسها؟ خلاص هتورطني مع المستبده ليه؟ خلاص. لا 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 اديها لك يا ست وسكسكه. خلاص ابوس ايدك خلاص. لا 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 استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. خلاص يا مستبده مفيش حاجه. هتعمل اللي احنا عايزينه؟ عينيا. خلاص يا ست وسكسكه خلاص. يلا روح هات لنا 2 شاي. حاضر. و2 ليمون. عينيا. و2 سحلب فتله. حرام عليك. وعايزين شيشه قص بوري سلوم تفاح كبيره. حاضر. هو احنا مش هناكل؟ صح. اجيب لكم 2 صدق؟ هات لنا يلا كل الطلبات دي بسرعه يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. مأمون انت يا واد. ترد على امك عيب. كده يا مأمون تسيبنا انا واختك 2 ولايا لوحدنا؟ ما انا موجود اهو يا ام. كل ده عشان حنون؟ خلاص في داهية، بس ما تسيبنيش انا اختك لوحدينا، ده انت راجل البيت. ايه ده بجد ياما؟ انا يعني كان اقضي مصلحتك. يعني انت مش هتزن عليا في الحوار ده تاني ياما؟ لا بس اطلع ورايا البيت. ماشي حاضر. يا عم عاطف. ايوه. سك على المشاريب. يسك ليه؟ انا هشرب. لا يا حبيبي حاسب لنفسك. ده انا مسميني مأمون الحريص. بقول ايه يا مأمون، ما تنزل تجيب لنا كده صابون سيل للمواعين. في يا ماما جوه. خلص؟ لا في كتير كمان. انا قلت مفيش. روحي ارمي الحاجات دي في الحوض جوه. طيب. روح. ماشي يا اما. حاضر يا اما. اما انزل القهوه هبقى اجيب لك وانا طالع. لا المواعين اتكونت في الحوض، انزل دلوقتي هات لنا الصابون. يا اما ما تدلدلي السبت يا اما لعم حسين البقال، مش لازم انزل مخصوص يعني. لا الصابون بتاع عم حسين البقال وحش، روح بقى للصبانه بتاعت عم ضيا. عم ضيا؟ ايه؟ ابو حنون. منك انت ياما. مش نازل اجيب حاجه ياما، ده انا حتى مسميني مأمون اللماح. والنبي ما انت فالح طول ما انت راكب دماغك كده. بقول لك ايه ياما؟ انت مش قلت مش هتفتحي الموضوع ده تاني؟ يا واد البت حلوه ونخشه، مش عايزاها تطير من ايدك. خليها تطير ياما، واقول لك على حاجه، لو فتحت الموضوع ده تاني انا نفسي هطير واسيب لك البيت كله. خلاص انت حر، انا عملت اللي عليا. خليك انت قاعد شاغل مخك بست الحسن والجمال وهي قاعده متهننه في حضن جوزها في بيتها. جاتك خيبه. الو. انا. ايوه صوفيا. مش بفغي ما اغيت صوفيا، واضح كده انه في حاجه. أمي لسه مصممة على موضوع حنون. أنا وصغت لا مأمون سي بابوسي بلا. يعني إيه يا صوفيا أدي لنفسي فرصة تانية؟ ما ينفعش. أنا لسه بحب بيسا. أوكي، جو كومبرون ريان. تصدقي عندك حق يا صوفيا؟ داكور. أنا فعلا لازم أنساها. وهدي لنفسي فرصة تانية. بجد يا صوفيا مش عارف أقول لك إيه على وقوف الجنب. جو كومبرون با. سلام بقى يا صوفيا، ده انت رغاية قوي. سلام. ياما عايزة بكام صابون ياما؟